مهندس باسم وزارة الصحة. وزي ما قلت لحضراتكم ان النهاردة يعني اول طبيب يحصل على لقاح كورونا. النهاردة كان في مستشفى ابو خليفة للعزل في محافظة الاسماعيلية. الطبيب ده اللي هو الدكتور عبد المنعم سليم هو معايا دلوقتي على التليفون. دكتور عبد المنعم مساء الخير. انت ازاي يعني تم اختيار حضرتك لتكون اول طبيب ياخد لقاح فيروس كورونا؟ كاول طبيب دي يعني دي فايلاك الحقيقه، انما بالحظ يعني اصلا تمت معايا عشان اخد اللقاح. انا كنت بقوم بمهمتي كطبيب عنايه مركزه موجود في مستشفى ابو خليفه الويف اللي هي الحاليه اللي هي انتهت من حوالي يوم تقريبا. تم التنسيق معايا من مستشفى مكافحه العدوى هنا، وقال عندي رغبه ان انا اخد الماسك من عدمه، فكان عندي قراري من الاول ان انا لو اتعرض عليا هاخد الماسك ان شاء الله. وافقت بعدها بحوالي 3 أو 4 أيام اتكلموا معايا في الديت ان انا هاخد فيه الماسك تحديدا، والوقت اللي هو كان النهارده الصبح. يعني كنت مشرف في المستشفى، نزلت الدور اللي موجود فيه العيادات، كان في طبيب منتظرني وتم التنسيق ليها زي ما ظهر امامي. انا شايف دلوقتي حاجة. انا شايف دلوقتي حضرتك وهم بيقيسوا لك الضغط، اعتقد هو ده حضرتك اللي انت لابس تيشيرت اسود باين. الاستراب ده اسود. يعني الاول بيقيسوا لك الضغط وبعدين هو ليها بروتوكول، ليها وفي حضرتك في الدخول في حاجه اسمها صحيفه التعارف، ديت بتتكلم فيها عن الامراض المزمنه، بتتكلم فيها اخر تاريخ اصابه، بتتكلم فيها عن وجود حمل وجود. وكانت وزيره الصحه بتسالك بتقول لك ايه يا دكتور عبد المنعم؟ نعم؟ وزيره الصحه كانت بتتكلم معاك بتقول لك ايه؟ وزيره الصحه في انهي مكان في اللي هو يعني قبل ما تاخد اللقاح، يعني احنا دلوقتي عمالين ايه؟ يعني انت في اللحظه دي بتاخد اللقاح، قبلها كده بثواني الوزيره كانت بتتبادل معاك الحديث؟ يعني كلام سبورتي في كل ده، ان هي اول حد من اولادها في المنظومه الصحيه بياخد اللقاح، فكلام كله سبورتي يعني جاست ان هو يعني توكل على الله. كلام كله سيمبل يعني ما كانش الكلام ده، يعني كان كلام كله سيمبل، حاجه سبورتي جدا يعني بتطمن الواحد وهو بياخد عقار زي ده. طيب انت يعني قلت لي انك ما ترددتش في انك انت تاخد قرارك وتاخد اللقاح، لانه في ناس يعني متردده. تمام. يعني سبب عدم التردد يعني؟ الحسم ده جالك منين؟ انا بقول لحضرتك هو يعني بعد الويف الاولانيه اللي هي في الفتره من 3 لـ 6 كان بدا يظهر البيبر او يظهر كلام ان في دول بدات تخطط لانتاج لقاح، وبدات التجارب التجاريه فعلا، وكنت مع تدريب الكبار عن جديه اللقاحات ديت من عدمه. فكان في تشجيع جدا للقاحات زي اللقاح اللي بوفر لنا اللي هو اللقاح الاثنين. والله بجانب بقى الله يستر نفسه انك كطبيب عنايه مركزه اكثر حد معرض ان انت تاخد العدوى بكثافه عنيفه. دي نزلين ناس كثير الله يرحمهم ضحوا بنفسهم عشان الكورونا، فسابوا وراهم اسر كثيره الله يرحمهم معرضه لمشاكل بسبب ان هم فقدوا شخص عزيز عليهم. يعني كل ده كانت حاجات ريسكي جدا تخليني مع اول مصر هيتوفر لي ايا كان نوعه ايه هاخد المصر. يعني ما في اي اسوء حاجه هتجيلي، ما فيش يعني مصر بينتجوا بكفاءته 89% من التجارب السريريه، ده كلام مثبت مش كلام طب انت اخدت المصل الساعه كام يا دكتور عبد المنعم؟ يعني تقريبا في حدود الساعه 12 يعني اكتر من 9 ساعات دلوقتي. شاعر بنفسك ازاي دلوقتي؟ لا انا صحيا ممتاز جدا، مكافحه العدوى في المستشفى، انا موجود في المستشفى دلوقتي، مكافحه العدوى اتصلت معايا اكثر من مره، هل في اي اعراض جانبيه؟ هل في اي مضاعفات؟ اي حاجه ظهرت عليا؟ ما فيش، انا بكلم حضرتك يعني صحتي الحمد لله زي الفل، ما اتاثرتش، ما ظهرش علي اي اعراض جانبيه لحد دلوقتي. الحمد لله. يعني ربنا يحميكم جميعا، زي ما احنا بنقول الجيش الابيض، ربنا يرحم كل من توفاه الله في هذه المعركه الشرسه ضد فيروس كورونا. احنا بنتكلم عن انه الدوله النهارده بدات يعني توزيع اولى مراحل
التطعيم الكامل لكل يعني المواطنين، البدء طبعا بالعاملين في القطاع الصحي. وشفنا الدكتور عبد المنعم سليم أول طبيب يتلقى اللقاح في مستشفى العزل في أبو خليفة في الإسماعيلية.